معاك ومعي نجم من نجوم الفريق برضو كابتن هشام محمد، بنقول لك اهلا بيك وتحيات الكابتن سيد. ربنا يخليك واشكرك، وطبعا تحياتي للكابتن سيد، سلم عليه كتير. مباراه صعبه جدا، مباراه جماهير الاهليه بتعقد عليها امال كبيره في التاهل الى دور الاربعه. الاهلي قادر باذن الله على الفوز، شايف المباراه ازاي؟ شايف وانت كمان مركزك حساس جدا في وسط الملعب، والفتره الاخيره بدا مستواك ما شاء الله يرتقي ويرتفع. يعني الحمد لله بشكرك طبعا، واكيد ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، يمكن اهم ماتش في البطوله، ده يوصلنا الدور اللي قبل النهائي ان شاء الله، وخطوه خطوه مهمه لينا ولنادينا ان شاء الله. بكره باذن الله كلنا مركزين، كلنا مستعدين كويس، نتمنى التوفيق من ربنا ان شاء الله يبقى محالفنا بكره، وعندنا بكره يعني ميزه ان شاء الله، جمهورنا باذن الله يبقى معانا، بقالنا فتره جمهورنا مش موجود، فان شاء الله بكره يساندنا كويس قوي، ونقدر ان شاء الله نفرحهم ويروحوا مبسوطين ان شاء الله، ونعدي الخطوه دي باذن الله. من اقوى خطوط فريق حلال الغيني وسط ملعبه وهجومه، يعني ممكن الحمل الثقيل عليك وسط ملعبنا ودفاعنا، شايف ممكن تعملوا ازاي مع خطوره وسط ملعب بالحريه وهجوم؟ هي فرقه كويسه طبعا، واحنا استعدنا لها كويس وذاكرناها كويس، ومستمرين ان شاء الله النهارده كمان في الاوتيل عندنا محاضره هنراجع على بعض الحاجات، فمستعدين كويس وبنشتغل كويس عليهم، وان شاء الله بكره احنا نبقى احنا الاحسن واحنا الافضل، واحنا نفرض اسلوبنا، هنشتغل طبعا عليهم، بس الاهم من كده حالتنا احنا، واحنا عايزين نعمل ايه، فان شاء الله احنا ما قدمناش حاجه غير الفوز، ان شاء الله اللعيبه كلها بكره تبقى على قدر المسؤوليه ونحقق الهدف المطلوب ان شاء الله. عندنا غيابات كتيره جدا في الفرقه، بس مقوله شهيره بيقولها كابتن سيد وكل اهلاويه، الاهلي بمن حاضر. 11 راجل في الملعب بكره باذن الله، رغم الغيابات الكبيره جدا، ولكن ال 11 راجل في الملعب مع دكه البدلاء قادرين باذن الله على الفوز. يا رب ان شاء الله، يعني يمكن لعيبه الاهلي كلها على القدر المسؤوليه دايما، وتملي لعيبه الاهلي الموجودين كلهم يعني مستوى واحد، وكل المجموعه الموجوده مميزه. طبعا كل التقدير للعيبه اللي مش موجوده، لعيبه كبيره طبعا، وان شاء الله يعني ربنا يشفيهم ويرجعوا لنا بالسلامه، مؤثرين طبعا معانا اكيد، غيابات مهمه، بس البركه في الناس الموجوده ان شاء الله، وبكره كلنا مستعدين، اي حد هيبقى جوه الملعب هيموت نفسه ويقاتل عشان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، واحنا البطوله دي غايبه عننا بقالنا فتره، ودي البطوله الاهم بالنسبه لنا، فان شاء الله باذن الله بكره كلنا قلب رجل واحد ومركزين ان نفرح ان شاء الله يعني بلدنا ان شاء الله بكره باذن الله. لازم تقول كلمه جمهور الاهلي. يعني بقى مبسوطين جدا ان شاء الله ان بكره يبقوا حوالينا ومعانا، واحنا من زمان قوي نفسنا الفتره دي يعني اللحظه دي.